والله ده المقصود من الأزهر التدخل السياسي، ولكن إحنا عندنا المقدرة على الوقوف أمام الأزهر في مواقف سياسية، فلو كان هناك اجتماعات تحضيرية، بتكون هناك اجتماعات تحضيرية ما بين شباب الثورة وما بين الأزهر في المرحلة القادمة. كانت على رؤوسنا جميعا وكانت مصدر شرف لنا، واحنا كلنا كنا بصحبتها امنا جميعا والده الشهيد الراحل خالد سعيد، اللي احنا كلنا بنستمد الاخلاق والقيم من المواقف التي تشكلها دائما وابدا ولاده الشهيد. ويمكن احنا مجموعه القوى اللي ما كانش بالنسبه لهم الثوره هي 18 يوم اللي كانت موجوده في الميدان، ولكن الذين اثبتوا في فعاليات متفرقه على ان الثوره مستمره وان لا زالت الثوره مستمره وان للثوره معارك كثيره، ومن ضمن هذه المعارك معركه الدستور الحالي ومعركه القوانين التي تتعلق بهذا الدستور ومعركه التحضير المجلس الشعب القادم. فضيله الامام الاكبر بامانه شديده وباتساع صدر اكد على كل هذه الامور التي تحدثنا عنها، فاعلن لنا عن انهم بصدد خلال الايام ان تكون هناك قناه تلفزيونيه تحمل اسم الازهر الشريف خلال اشهر قريبه، كما اكد فضيلته على ان الازهر بصدد اصدار وثيقه قريبه خلال الايام تتحدث عن حقوق المراه، كما ان الازهر ايضا بصدد اعداد وثيقه تتحدث عن المواطنه. ولقى حقيقه كل ما قاله فضيله الامام الاكبر ترحيبا كبيرا، وانا اعتقد ان خير ما يمثل، وانا باسمي وباسم الحركه الشعبيه بشباب الحركه الشعبيه لاستقلال الازهر، اشكر كل الحركات وكل شباب الثوره الذين شاركنا معا في كل الفعاليات التي تعلقت بالثوره. احنا عرضنا رؤيتنا على فضيله الشيخ الازهر في موضوع التاسيسيه واللي بيحصل داخل التاسيسيه، وان احنا بنرفض شكل التاسيسيه بالوضع الحالي. والشيخ الازهر طمنا ان الازهر واقف وقفه جاده في التاسيسيه، وان هو ساعه ما يحس ان في اي شيء ممكن ياثر على مطالبه جميع القوى بان الازهر هو المرجعيه الدينيه الوحيده، وان الازهر هو المرجعيه الاسلاميه التي يقبلها كل المسلمين من خارج مصر ومن داخلها، واننا جميعا نقف صفا واحدا حول الهجمه على الازهر الشريف وعلى الهجمه ضد الشخصيه التي تمثل الازهر الشريف الان، وهي شخصيه فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب. كما اكدنا لفضيلتي اننا نتمنى ان يكون الازهر له تقويم يعتبر بان كل التيارات وان كل الجماعات الدينيه لابد ان يخرج الخطاب تحت مظله وتحت مراجعه الازهر الشريف. هذا ما اكدنا عليه لفضيله الامام الاكبر، كما اكدنا على ان الازهر نحن نطالب الازهر بان يقف موقفا وطنيا كموقفه من التاسيسيه. طيب على استقبال لينا وان احنا كلنا دلوقتي اتفقنا على ان احنا ننسحب من الشعب الدستور لعدم موافقه الثوره علينا، المراه بالازهر ان شاء الله عن قريب، اي حد يتكلم ويكفر الناس الا باسم من الازهر، محدش يطلع يعمل خطبة أبدا إلا باسم الأزهر، ما ينفعش أي حد يقول على الناس أي حاجة كده، ده غلط وده صح وده حرام وده حلال إلا باسم الأزهر. في لعب في التأسيسية أو كده، إنه هينسحب فورا لو حس بدوت، يعني الاشخاص الممثلين الازهر جوه التاسيسيه ينسحبوا فورا، واعتقد كمان ان الكنيسه هتقوم بذلك زي ما قاموا قبل كده في التاسيسيه. يمكن الدفع عن الازهر الى شهيد المظلوم هو متضامن مع مصر كلها، ويمكن تسليم مصر باتجاهاته المختلفه واللي تكون هدف الدعم للازهر الشريف وليكم بالتاكيد ومصلحه مصر كلها، مصلحه مصر كبيره للتفاهم والمشاركه. Audio Jungle.